تظاهرة ثقافية هي الأولى من نوعها في شبوة. شبوة غير مهرجان يستهدف الطفولة بمختلف مراحلها، واحتفالية ثقافية تتجاوز متعتها وفائدتها الصغار إلى ذويهم في أجواء عائلية شيقة. خصص المهرجان والذي استمرت فعاليته لمدة يومين للمرأة والطفل، وهي الشريحة المجتمعية الأكثر معاناة جراء الحروب والنزاعات، ومن أجل رسم البسمة على شفاههم جاءت فكرة هذه الاحتفالية. وضعنا برامج عديدة من في للمهرجان شملت جانب تثقيفي للنساء وهي الأهم، وجانب ترفيهي للطفل، وأردنا من هذا كله أخراج المجتمع الشبواني من حالة الكآبة والخمول والرتابة التي حدثت بعد الحرب واحتلال عاصمة المحافظة عتق، وما تركت من سلبيات هذه الحرب على نفسيات الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص. هنا وجد الأطفال طريقاً للخروج من الأجواء العامة المشحونة بأخبار الصراع، ليجدوا فرصة للالتقاء وتبادل الكلام واللعب بعد أن فرقتهم الأحداث الدائرة. في هذه الفعالية أحببنا أن ندخل الفرح والسرور والبهجة في أطفال ونساء شبوة بعد الضغوطات النفسية التي تحدث بسبب أحداث هذه البلد. شكل مهرجان شبوة غير حضوراً ملفتاً في ظل قلة المجالات والأنشطة الخاصة بالمرأة والطفل وانعدام وجود المنتزهات والأماكن الترفيهية في المحافظة. كان هذا المهرجان ترفيهي للأطفال، حيث أنهم يعني غيروا جو الأطفال، حيث أنه هنا ما فيش عندنا يعني أماكن ترفيهية للأطفال مثل حدائق ولا أماكن يعني زي ما تقول ترفيهية. كان هذا المهرجان هادف جدا للأطفال، أكثر شيء يعني فرحوا حتى الأطفال أنهم فرحوا بحيث أنهم يعني أخرجوا مواهبهم اللي عندهم في هذا المهرجان. أجواء جميلة أعادت للأطفال البسمة التي افتقدوها، وارتسمت الفرحة على محياهم، وكلهم أمل أن تستمر مثل هذه الفعاليات التي تخفف من معاناتهم. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.